Big lights and bright colors, the future is drawing near. With new thoughts and ideas, my dreams, they'll start right here. So I take a step and time will tell. I'm filling up high like a wishing well. I got في الحلقة اللي فاتت من ديزاين تغونة اخترنا 4 مصممين عشان يكملوا معانا المرحلة الأهم في التحدي. السورس قسمت المتسابقين كلهم لأربع فرق، وهم داليا لاز مع نور الرشيدي، لينا الشناوي مع عمرو ورانا، أحمد مدحت ومي حسن، وآخر فريق رويدة وصفي وكريم والي. كان لكايرو ديزاين أوردز دور كبير قوي في تنظيم المسابقة. تعالوا نشوف رأي هشام في التجربة. احنا طبعا لما انتوا حكيتولنا على الانيشيتيف ده من ساعة الموضوع بتاع ديزاين تو جو، انا كان عاجبني اللي انتوا بتعملوه جدا، والبلاتفورم بتاع كايرو ديزاين اووردز هو معمول عشان ده، عشان يسابورت اي حاجة ليه علاقة بالديزاين اندستري، سواء كان نقدر ندعم ده بإفورتس من عندنا احنا او التيم بتوع كايرو ديزاين اووردز، او ان احنا نيوز اور نتورك في ان احنا نسابورت الانيشيتيف بتاعكم. السبورت اللي اديته كايرو ديزاين اوورد ثرو سوبرفايزنج البروسيس بتاع ديزاين تجونا كانت بالنسبه لنا حاجه مهمه، لان احنا عندنا الاكسبيرينس ده. لما شفنا تيم بتاع ديزاين تجونا قلقانين شويه، طب في ناس هتقدم مفيش ناس هتقدم، احنا اتعودنا على ده لان عارفين ان احنا في ناس لاست مينت على طول في اخر 3 او 4 ايام من السبمشن ديدلاين بتاع كايرو ديزاين اووردز بتبتدي ناس تبعت شغل كتير، فالارقام بتزيد بسرعه، وده اللي حصل برضو في ديزاين تجونا. اول مره شفت الاعلان على فيسبوك ديزاين تجونا عجبتني الفكره، ودخلت سجلت وعملنا ميتنج على زوم مع ليلى، قدمنا المود بوردز، فما كنتش يعني ما كنتش متوقعه اني اكسب. بعدين إيسورز عملوا ميت ابس كتير مع منى حسين ونيهال وكريم مختجان، كانت مفيده جدا، بس كانت مرهقه بالنسبه لي لان من محافظه دمياط بروح بقى مسافه طويله شويه، بس كانت مثمره الحقيقه، اتعلمت حاجات كتير مختلفه عن الاجواء اللي عندي يعني في المحافظه بتاعتي بالشغل وكده. بالنسبه للجونه، احنا التالي دي اول مره نشتغل بروجكت في الجونه، وده برضو من الحاجات اللي احنا فكرنا فيها لما جينا نبدا معاكم البروجكت ده، ان احنا نبدا نخش نشوف الدنيا في الجونه عامله ازاي. البروجكت نفسه في الجونه ليه ستايل مختلف، ليه طبيعه مختلفه بس لطيفه واكسبيرينس جديده. تعالوا نشوف المقابله مع العميله اللي سابت لنا بيتها وهي مطمنه خالص ان احنا هنسلمها لها زي ما هي عايزه بالظبط. طب قولي ايه رايك في إيسورس كفكره؟ لما المهندسه ليلى بدوي كلمتني عن إيسورس، الاول ما فهمش الفكره قوي، وبعدين شرحتها لي اكتر، عجبتني قوي الفكرة. ما اعتقدش ان في شركات في مصر تاني بتعمل كده، انها تدي فرصة لديزاينرز ان هم يعرضوا افكارهم والديزاينز بتاعتهم، وتبقى في نتورك اكبر للمهندسين دول. دي حاجة انا شايفة انها انيشيتيف رائعة. البيت التشالنج اتقسمت زونز، بقوا 4 زونز. سمعت ان بيتي اتقسم لفور زونز. اكزاكتلي كل تيم واخد زون، يعني في حد مثلا واخد الاوض، حد واخد الكومن ارياز، حد واخد التراس مع حد واخد الاوت دور، حد يعني متقسمه زونز بالمود بوردز اللي جات لك والانسبريشنز والحاجات اللي جات لك. بص بقى هقول لك من الاول، انا كانت فكرتي من الاول مع المهندسه ليلى بدوي ان احنا عايزين، انا بحب دايما البيت يبقى هوم، كوزي انفايتنج كومفورتبل. مش عايزه ابقى حاطه كنبه في بيتي مش عارفه اقعد عليها، مش عايزه البيت الناس تيجي تقول واو اتس بيوتيفول بس اتس نوت ليفبل. فكان من الاول خالص التفكير ان احنا عايزين نعمل حاجه تبقى فيري كومفورتبل وانفايتنج ومناسبه للمود بتاع الجونه، سبيشلي ان احنا يعني طبعا محظوظين ان احنا بيتنا رايت اون ذا لاجون، فالفيو يهبل. انا كمان فيري اكسايتد ان مهندسين انتيريور ديزاينرز مشهورين وليهم اسمهم في مصر وافقوا ان هم يقفوا جنب الديزاينرز الصغيرين، يساعدوهم، يدوهم ايديز، تو منتور ذم. انا شايفه ان دي كمان حاجه حلوه جدا جدا جدا، وبتقول ان مش لازم ان انا علشان مشهور وكبير ان انا مش هساعد الصغيرين، بالعكس I will help them, I will mentor them, I will take them through the way علشان يوصلوا للي هم عايزينه.
المصممين اشتغلوا جامد قوي مع اسورس وتوب ديزاينرز. واختار كل حاجة قبل ما نطلع عالجونة. ومن هنا بدأ الطريق للجونة. ولسه اللي جاي أجمد بكتير من اللي شفناه. Designed to Guna.